نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مرحبا بكم، وكل عام وكل نساء العالم قويات حاضرات وناجحات وطبعا بخير. ونبدأ الظهيرة من الميدان السوري، حيث أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري يعمل على تطويق البلدات الأساسية التي يسيطر عليها المسلحون في الغوطة الشرقية تمهيدا لدخولها. يأتي ذلك بعد استعادة الجيش السوري أكثر من نصف مساحة الغوطة إثر تحريره بلدتي الأشعري وبيت سوا وغيرهما وفق المرصد السوري المعارض. وقال المرصد إن الجيش تمكن من شطر الغوطة معقل الجماعات المسلحة إلى جزئين. تنضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. تنضم إلينا واحدة أيضا من النساء الناجحات التي أعايدها بعيد المرأة العالمي بيومها العالمي. ديما، لو تضعينا في وتيرة المعارك في الغوطة الشرقية، وأيضا لو تشرحي لنا الاستراتيجية التي ينتهجها الجيش السوري في الغوطة الشرقية حاليا. يعني بداية أشكرك على المعايدة وأبادلك إياها رامية طبعا، وكل الزميلات في قناة الميادين وكل النساء السوريات بطبيعة الأحوال. طبعا عملية الجيش السوري لا تزال مستمرة في تقدمها. الجيش لا يزال يعمل على أكثر من محور في هذه العملية دون توقف. العمليات جارية في بساتين دوما في الريحان أي الشمال الشرقي للغوطة الشرقية، وأيضا في المحور المنتصف في الغوطة الشرقية من محور الشفونية باتجاه استكمال الطوق حول مسرابة، وصولا للالتقاء بالقوات في إدارة المركبات في حرسة. وأيضا هناك المحور الذي يعمل فيه من الجنوب الشرقي بعد أن تمكن من استعادة الكثير من البلدات، آخر كانت المحمدية، واليوم هو على أعتاب جسرين يحاول استكمال الطوق حول جسرين، أيضا حول الأثريس. وهناك كانت محاولات لم تنجح حتى اللحظة في أن يخرج 300 عائلة تقريبا من جسرين ومسرابة. كانوا قد تواصلوا مع فعاليات من لجان المصالحة التابعة لوزارة المصالحة السورية وعبر فعاليات أهلية داخل هاتين البلدتين، لكن حتى اللحظة لم تسمح المجموعات المسلحة بخروجهم. وكما علمنا من مصادر ميدانية في الداخل قالت بأنه قد تم استهدافهم من قبل هذه المجموعات، لكن بطبيعة الأحوال لا يزال الجيش السوري يضغط في عملياته العسكرية حول جسرين، يضرب دفاعات المسلحين كما شاهدنا في التغطية قبل قليل بالطيران من أجل أن يسمح بتقدم وحدات المشاة. وكلما ضيقت الخناق هذه الوحدات حول معاقل المسلحين كلما كان هناك إمكانية للاقتراب من أماكن تواجد المدنيين، وبالتالي فتح ثغرات لم يفتحها المسلحون سيفتحها ربما الجيش السوري من أجل السماح بخروج المدنيين من هذه البلدات. هذه كلها معارك من أجل الوصول إلى كامل الغرب للقطاع الأوسط باتجاه عين ترمة، حزة، جوبر، عربين، ثقبة، كل البلدات المتبقية، وطبعا بالتزامن مع مواكبة استكمال عزل حرسة وعزل دوما في القطاع الشمالي. كل الشكر لك ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت إرجاء دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تدخل اليوم إلى الغوطة عبر معبر الوافدين بسبب الوضع الميداني. أصرحت إنجي صدقي المتحدثة باسم الصليب الأحمر أن تطور الوضع على الأرض لا يتيح للصليب الأحمر القيام بالعملية كما يجب. نشرت مواقع تابعة للمسلحين مشاهد مصورة قالت إنها تظهر مصابين بمواد كيميائية في الغوطة الشرقية لدمشق. المصابون المزعومون ناشدوا إسرائيل تقديم الدعم لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصول عشرات الحالات بحالات اختناق في راس الدور بحمورية وسبعة. حدوية ما في مناشد كل دول العالم، مناشد كل الناس. احنا هون بالغوطة عن الباب، غير اللي صفت التسمم كمان الطيران عم يقصف المدنيين. مناشد إسرائيل. ما في أي عناصر مسلحة، النظام الروسي عم يقصف المدنيين فقط.
مندوب سوريا في الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلة قال أن العمليات في الغوطة تستهدف المجموعات الإرهابية ولا تنتهك القانون الدولي. آلة اتهم مفوض مجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد بتسويق مزاعم ملفقة حول استهداف الدولة السورية المدنيين لإنكار حقها بمكافحة الإرهاب، داعيا إياه إلى التحقيق في الأوضاع الإنسانية في الرقة. آلة قال أن المفوض سامي يمنح نفسه حق إعطاء الدروس للدول والتهجم عليها متجاوزا ولايته. ونتابع في هذا العرض ونتعرف على خارطة التطورات الميدانية في الغوطة الشرقية لدمشق. عمليات الجيش السوري العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق تحقق نتائج ميدانية متسارعة مع تحرير أكثر من نصف مساحة الغوطة وشطرها إلى جزئين. يركز الجيش السوري عملياته على المحور الشرقي حيث تقدم في الشمال محررا الريحان والشيفونية، وفي الوسط محررا بيت سوا ومديرة، وفي الجنوب الشرقي محررا الأشعري والمحمدية ومزارع جسرين ومزارع حمورية، بالتزامن مع التقدم من المحور الغربي من جهة إدارة المركبات المحاذية لحرسته. استراتيجية الجيش السوري تعتمد على تطويق البلدات الأساسية في الغوطة الشرقية تمهيدا لدخولها، ومع التقاء القوات المتقدمة من المحور الشرقي مع القوات المتقدمة من المحور الغربي يعزل الجيش الجماعات المسلحة شمالا في منطقة تضم دوما وفيها مقاتلو جيش الإسلام وحرست وفيها حركة أحرار الشام، وجنوبا في منطقة تضم عربين وزملكة وحزة وكفر بطنة وسقب، حيث ينتشر عناصر من جبهة النصرة وفيلق الرحمن. الغارات الجوية على مواقع الجماعات المسلحة في الغوطة تواكب التقدم على الأرض، كما يؤمن الجيش في شمال الغوطة طريق دخول قافلات المساعدات الإنسانية وممر خروج للمدنيين شمال الغوطة عند مخيم الوافدين للسماح لهم بالمغادرة باتجاه مراكز الإيواء. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن أن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيميائية أدت إلى سقوط قتلى في سوريا. لودريان قال إن لدى روسيا السبل اللازمة لضمان احترام سوريا قرار الأمم المتحدة. هناك تقاطع في المؤشرات يقودنا إلى الاعتقاد بأن الأسلحة الكيميائية يمكن استخدامها أو أنها استخدمت. ليس لدينا دليل، ولكن بالنسبة لفرنسا كان الرئيس ماكرون حازما في هذا الموضوع، إنه خط أحمر. أما إذا تم التأكد من استخدام الأسلحة الكيميائية وتسبب الأمر بسقوط عدد من القتلى، فإن الرد الفرنسي سيكون جاهزا. المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة السورية بثينة شعبان أكدت أن الغرب حريص على المسلحين في الغوطة الشرقية ليستخدمهم في مكان آخر، وشددت في مقابلة مع الميادين على أن معظم المدنيين هناك هم رهائن لدى المسلحين غير الملتزمين بقرار وقف النار. ولكن الغرب حريص على هؤلاء الإرهابيين، هو لا يريدهم أن يقتلوا لأنه يريد أن يستخدمهم في مواقع أخرى، يعني داعش وبلاك ووتر والقاعدة هي أدوات ثمينة لدى الغرب، تحركها من منطقة إلى منطقة وتحقق هدفا بعد هدف في كل مكان، ولذلك هم يتراكضون اليوم من أجل هذه القرارات ومن أجل هذه الضجة حول الوضع الإنساني لحماية الإرهابيين، ومنطقهم شبيه جدا بالمنطق الإسرائيلي الذي تستخدمه ضد الشعب الفلسطيني، يعني النفاق والكذب هو نفس النفاق والكذب الذي نشهده من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الجميع هم استمرار لحلقة واحدة هدفها أن تكون إسرائيل هي المسيطرة في المنطقة والقضاء على الدول العربية حتى بما فيها الدول اليوم التي تتعاون مع إسرائيل. شعبان أكدت أن سوريا وحلفائها أقوياء لهزم الإرهاب، وأشارت إلى أن قضية العدوان على سوريا مستبعدة لأن الأثمان ستكون غالية وكبيرة. أننا نحن اليوم أقوياء، نحن والحليف الروسي والحليف الإيراني في سوريا، وأعتقد أن ما يروج له الصهاينة والإعلام الغربي من قوات شيعية وقوات غير شيعية والوجود الإيراني والوجود غير الإيراني، هذا كله كلام لا قيمة له. واقع الأمر أن هذا التحالف هو تحالف قوي، هو موجود على الأرض، هو هزم الإرهاب،
ومستمر في مكافحة الإرهاب إلى هزيمته النهائية، وأن هذا التحالف سوف يكون أقوى في المستقبل. ولذلك لا أعتقد شخصيا بأن هذا الأمر سوف يكون مطروحا من قبلهم بعدوان على سوريا، لأن الأثمان ستكون غالية ربما، لأننا نحن يعني لسنا وحدنا في هذه المعركة. إلى تطورات عفرين، حيث أعلنت تركيا سيطرتها على مركز بلدة جندرس جنوبية غربي المدينة، وكان مراسل الميادين قد أفاد باستعادة مقاتلي وحدات حماية الشعب تل جندرس بعد معارك كر وفر مع المسلحين المدعومين من تركيا. يأتي ذلك فيما استهدف القصف التركي مناطق سكنية عند مدخل المدينة ومنطقة ترندا التابعة لمركزها. وزير الخارجية التركي أعلن أن العمليات التركية في عفرين تنتهي في أيار مايو المقبل. في غضون ذلك استشهد 3 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب طفل ووالدته في قصف تركي على قرية ترندا التابعة لعفرين. على العموم، للمزيد معنا من مدخل عفرين مراسل ميادين محمد الخضر. محمد، قربنا أكثر من حقيقة الوضع في جندرس، ولماذا يتم التركيز الآن على ترندا؟ مساء الخير. في الواقع هناك منذ ساعات الصباح استماتة ربما من درع الفرات مدعومة بغطاء جوي تركي ليتقدم في جندرس. هناك تقدم، يعني هناك تقدم في الواقع قبل قليل حدث لتلك الوحدات سواء الجيش التركي أو المسلحين من درع الفرات، لكن المعارك لا تزال حتى الآن في تلك المنطقة، وهي ناحية حيوية للغاية تقع إلى الجنوب الغربي تماما من مركز مدينة عفرين. الطيران الحربي كان له دور كبير منذ ساعات الأمس، غارات جوية والطيران المروحي أيضا مركزة على مركز مدينة أو على مركز بلدة جندرس. طبعا في حال هذه البلدة سيطر عليها الأتراك تكون خامس بلدة في عفرين يسيطرون عليها. هناك راجو والشيخ حديد وبلبل وشيران. شيران قبل قليل كان هناك أو في ساعات الصباح انجازت التسمية، هناك تقدم لوحدات الحماية الكردية استعادت منطقة أو بلدة قطمة وبلدة أخرى بلدة كفر جنة، وهما بلدتان حيويتان تتبعان لمركز بلدة شيران، ولا تبعد عن هذه النقطة عن مركز مدينة عفرين سوى 13 كيلومترا. في المقابل بدأ أن موضوع استهداف المدينة عفرين بالمدفعية أو بالهاون يزداد باضطراد خلال الأيام الماضية. اليوم هناك يعني مجزرة راح ضحيته 3 أطفال في حي ترندا، وهو حي لا يبعد عن هذه النقطة أكثر من 500 متر تقريبا. الاستهداف مباشر لحي مدني لا وجود فيه لأي مقاتل من وحدات الحماية، هم أطفال وعائلة من عائلة واحدة، إضافة لحالة من الهلع والخوف في الواقع دبت بين المدنيين مع تكرار استهداف هذه المنطقة وهذه الأحياء. قبل يومين كان هناك استهداف لحي الأشرفية أيضا سقط فيه ضحايا من المدنيين بقذائف المدفعية التركية. بالتصنيف الآن لواقع جندرس محمد، يعني ما هو توصيفها وتصنيفها؟ في سيطرة كاملة للأتراك؟ ما يعني كيف يتم التعامل بالنسبة لوحدات حماية الشعب؟ هناك التوصيف تقدم للأتراك للقوة المهاجمة، لكن لا توجد سيطرة، هناك معارك مستمرة واستماتة من الوحدات الحماية من أجل منع يعني دخول أو سيطرة الكاملة للجيش التركي ودرع الفرات على هذه البلدة لأهميتها وحيويتها، وأيضا ضمن يعني الدفاع عن البلدات والمناطق التي يعني لأهلها لأهل هذه المنطقة. إنما كان يعني لافتا منذ ساعات مساء أمس حتى اليوم حجم التركيز الناري لسلاح الجو التركي وحتى بطائرات مروحية من نوع كوبرا استهدفت بشكل مباشر مركز هذه المدينة، استهدفت خطوط دفاع تابعة لوحدات حماية الشعب. طيب محمد، عندما نتحدث الآن عن جندرس كمركز مدينة وجندرس بالمطلق هي ما زالت محل يعني عمليات اشتباك غير محسومة، ما أثر أو أهمية استعادة وحدات حماية الشعب التل المشرف على جندرس بالنسبة لحسم المشهد الميداني؟
في الواقع يحسن من واقع الدفاع، يعني هذا المرتفع، كل مرتفع في أي عملية عسكرية يساعد الوحدة المدافعة بشكل كثيف على صد الهجوم وربما الانطلاق منه لعمليات ضمن حرب مدن أو حرب عصابات. لكن في الواقع يعني حتى السيطرة على هذه التلة كانت في الساعات الماضية على الأقل يعني محدودة الفعالية نظرا للغزارة النارية وللتحليق الطيران المكثف في سماء تلك المنطقة، وهو ما يعكس الرغبة التركية والإصرار التركي على السيطرة على هذه المدينة نظرا لأهميتها وحيويتها. شكرا جزيلا لك محمد خضر مراسل مدين، كنت معنا مباشرة من مدخل مدينة عفرين. الآلاف من نازحي مدينة الرقة لا يزالون يعانون في مخيم عين عيسى للنازحين، حيث دمرت مدينتهم بفعل قصف طائرات التحالف الأمريكي. زينب الطفيلي. أكثر من 30,000 مدني معظمهم من أرياف الرقة ودير الزور يعيشون في مخيم يعاني من نقص كبير في الخدمات، وسط شكاوى من قصور عمل المنظمات الدولية التي سمحت لها الحكومة السورية بالعمل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لتلبية حاجات السكان المنكوبين والفارين من منازلهم بفعل الحرب التي دارت في مناطقهم. أنا بالنسبة لي أنا وكل أهل الرقة، مو بس أنا، يعني أنا هسا بيت عندي شقة أرضية مدمرة بنوب خالص، لا باب لا شباك لا بلاط، حتى السيراميك واقع من الحائط من النار. نطلب من الله ثم من المنظمات الدولية أنه ساعدنا يا أخي، صارنا بالمخيم سنة والناس أغلبية ما بشغل، اللي عنده مال يعني صرف صرف صرف، ماذا عنده يعني يصرف، بده مبلغ كاش لازم بدفعات كاش، وعم نسمع بتجي دفعات كاش وما عم تصل المواطنين الموجودين هنا. رغم مرور أكثر من عام ونصف على تأسيس المخيم إلا أن المدنيين يشكون قصورا في الخدمات الطبية والعلاجية وانتشارا للأمراض نتيجة نقص الرعاية الصحية، إضافة إلى سوء توزيع السلال الغذائية والإغاثية. والله إحنا بحاجة كثير يعني، مو شوية، والله بنتي معاها مرض، مرض القلب، أخذتوها أشعات طبية وزودهم بلاهم وما تسعدهم. والله بتحسين الوضع الصحي، أدوية ما بي يعني أدوية، نهائيا ما بي أدوية، روح الاسم بلا حدود على أساس بس اسم دكتور، حتى نظر على المريض والله ما ينظر عليه، والله أنا أخذت هذا ابني والله ما نظر عليه، كتب له وصفة بدون ما يعاينه، رحنا أخذنا الوصفة ما لقينا أدوية. سكان المخيم يناشدون المجتمع الدولي مساعدتهم عبر المنظمات الدولية على أمل الخروج من جحيم المخيم والعودة إلى منازلهم وأحيائهم التي دمرت مرتين على يد تنظيم داعش وعلى يد التحالف الأمريكي. حلم العودة يعتبره النازحون بعيد المنال في ظل الهيمنة الأمريكية على المنطقة وغياب الحكومة السورية التي تعد العماد الرئيسي لعمليات إعادة الإعمار في البلاد. حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في منطقة حشق بيبات خلال عملياتها العسكرية ضد أوكار إرهابي النصرة والمجموعات المرتبطة به في الغوطة الشرقية بريف دمشق. مفد الإخبارية إلى ريف دمشق ذكر أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة ترافقت مع رمايات نارية مكثفة ضد تحصينات التنظيمات الإرهابية في حشق بيبات، كبدت خلالها التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وحققت خلالها تقدما على حساب التنظيمات الإرهابية. كما أكد مفد الإخبارية أن وحدات من الجيش تعمل على وصل عدة محاور بهدف قطع طرق إمداد وتواصل الإرهابيين في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن وحدات من الجيش توجه ضربات لإرهابي النصرة على عدة محاور في الغوطة الشرقية. ربيع ديبة والتفاصيل. سيطر الجيش العربي السوري بالكامل على منطقة مزارع المحمدية، وهي تقريبا مساحتها بحدود 3 إلى 4 كيلومتر مربع، وأيضا هناك كان تقدم باتجاه شمال غرب المحمدية باتجاه منطقة الأفتريس، حيث بدأت وحدات الجيش العربي السوري بتحقيق سيطرات واسعة في محيط الأفتريس، وأيضا إطباق الطوق تقريبا على منطقة حوش الأشعري. تعمد الوحدات إلى توحيد صف الجبهة ابتداء من هذه المنطقة التي نقف فيها
بها في محيط جسرين انطلاقا إلى الشمال باتجاه منطقة الشيفونية حيث تقدم الجيش ومزارع العب، ومن ثم وصل المناطق وتم الفصل الناري والسيطرة بين بلدتي مسرابة وبيت سوا على الأراضي الزراعية، وبالتالي أيضا فصل البلدتين عن بعض، وهو يعني التقدم أكثر فأكثر نحو شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين. هذه هي مشارف البلدة، نحن لأول مرة نصل إلى هذه المنطقة ونكشف البنى العمرانية الصف الأول من بلدة جسرين. المزارع التي أمامي هي امتداد مزارع المحمدية ومزارع جسرين، هناك سيطرة نارية كاملة باتجاه كل الأراضي الزراعية التي أمامي. أيضا هناك تقدم من محور الجنوبي إلى اليسار قليلا عند الجامع، هناك تقدم للجيش العربي السوري، لكن كل البنى العمرانية في البلدة هي تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، لكنها مطوقة من محور جنوبي وأيضا من محور شمالي غربي، حيث تعمد القوات إلى محاولة عزلها ناريا عن باقي المناطق. مفتاح السيطرة على البلدات والقرى في شمال جسرين هو جسرين تحديدا، عندما يدخل الجيش العربي السوري إلى جسرين أو محيطها فإن باقي المناطق باتجاه سقبة وكفر بطنة وحموريا فإنها يعني يستطيع الجيش التقدم فيها. نستطيع القول أن الجيش تقريبا انتهى من هذا المحور من حرب المزارع وأيضا الخنادق والأنفاق، وانتقل إلى الحرب الشوارع أو إلى بداية مشارف المدن والبلدات. إلى يمين جسرين قليلا هي في العمق مزارع الأفتريس، حيث هناك أيضا تقدم، يبدو أن التقدم في محاولة الالتفاف من المحور الذي نقف فيه وأيضا باتجاه الشمال الغربي نحو الالتفاف على جسرين وعزلها ناريا وقطع خطوط الإمداد عنها. الأفتريس أيضا ذات السيناريو، هناك تقدم من مزارع المحمدية التي أمامي باتجاه مزارع الأفتريس، ووصلت القوات إلى مشارف كتيبة الدفاع الجوي وهي نقطة حصينة كانت تحتلها المجموعات الإرهابية المسلحة. تمت السيطرة على منطقة معمل اللبن أيضا في محيط الأفستريس. من جانب آخر، أكد موفد الإخبارية من ممر الوافدين بأن التنظيمات الإرهابية وصلت استهداف محيط ممر الوافدين لمنع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية. كل التحضيرات اللوجستية من خلف الكاميرا التي قامت بها الدولة السورية في هذه المنطقة من نقطة إسعاف وسيارات إسعاف وأيضا كل الحالات الممكن أن يتم دعمها إنسانيا ومراكز إطعام وحافلات أيضا لنقل الناس إلى منطقة أدوير على أتم الجاهزية حاليا على أمل أن يستطيع أحد من أهالي الغوطة من الخروج من جحيم التنظيمات الإرهابية في الداخل. هذا الممر ممر مخيم الوافدين عند نقطة الممر الأولى وهي الكشف الأولية التي تبعد من هنا حوالي 300 متر فقط، والتي تبعد أيضا حوالي الكيلو متر هناك بين حاجز ما يسمى الصيصان للتنظيمات الإرهابية في منطقة دوما. هذه المسافة التي تمتد حوالي الكيلو متر تتعرض في كل يوم مثل اليوم منذ الساعة الأولى التي بدأت في هذه الهدنة حتى هذه اللحظة، وفي كل يوم تتعرض لعشرات القذائف وأيضا لرصاص القنص المباشر لكل محاولة شجاعة من قبل أي مدني في الوصول لهذه المنطقة أو الخروج من خلالها إلى الوصول إلى نقطة الكشف الأولية لممر مخيم الوافدين. ولكن للأسف نجحت التنظيمات الإرهابية، نستطيع أن نقول، في منع أي مواطن مدني أو أي حالة إنسانية من الخروج إلى هذه النقطة والوصول إلى نقطة الكشف الأولي. مصادر مطلعة داخلية عبدو داخل الغوطة الشرقية تؤكد بأن هناك محاولات دائمة من قبل المدنيين في الغوطة الشرقية، في كل المناطق في الغوطة الشرقية تندد بوجود التنظيمات الإرهابية وتدفعها للخروج أو أن تسمح لها بالخروج من مناطق الغوطة إلى الوصول إلى هذا المعبر، ولكن للأسف التنظيمات الإرهابية تمنع في كل يوم من خلال بث الذعر والخوف في نفوس المدنيين وأيضا سقوط العديد من الجرحى والشهداء في صفوف المدنيين في كل يوم في هذه المناطق التي تحاول الوصول إلى نقطة الكشف الأولي، ولكن للأسف لا جديد حتى هذه اللحظة. الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة تهيئ ممرا جديدا لإخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر طريق جسرين لمليحة.
شكرا للجيش العربي السوري استجاب لنا وفتح معبر اليوم عن طريق جسرين. نحن نتمنى منكم يا أهلنا هذا الكلام بناء على طلبكم، وانتم بعد ما بادرتم برفع العلم بسقبة وبحموريا وبكفربطنة، نتمنى منكم اليوم الانتفاض على المسلحين والخروج عن طريق معبر جسرين. نحن بانتظاركم، الأمور كل الأمور لصالحكم موجودة، نتمنى من الجميع الخروج، ونحن بالانتظار مع كل المشايخ وكل الإعلام وكل قوتنا ورفاقنا موجودين من أجل خروجكم وخروج آمن إن شاء الله. مخيم الدوير موجود جاهز، بيتم الاستعداد لاستقبال أهلنا من الغوطة وجاهزين لكل الخدمات الموجودة. الآن احنا متواجدين وإن شاء الله نستنى الدفعة، العدد منها تقريبا 300 عائلة الآن جاهزين إن شاء الله وتعالى، ونتمنى إن شاء الله وتعالى الله يكلل مساعينا بنجاح في هذه المهمة. يناشد كل الشعب السوري أنه كله ينضم لحضن الوطن، وفي تسوية الجميع العالم بحضن الوطن. إذا كان محافظات سورية كلها مو بس القوطة، احنا محافظات سورية نريد التسوية لكل الناس كلها تجي لحضن الوطن. واحنا كنا تابعين أن ننفي هالأمور الخارجية بالنسبة لأمريكا ولا تركيا، ولا هسا تركيا جاعد تقتل الناس بعفرين. وتوجه للإعلام المغرض، للمفتنين، للمسيرين المجرمين هذول، احنا ممنوعين منعا باتا من الطلعة. أنا تواصلت من نصف ساعة قالوا نمنع من الطلعة وقذائف وقتل، وعم يشلحوهم الموبايلات، عم يشلحوهم الموبايلات اللي معاهم، ممنوعين من قبل المسلحين بالغوطة، ممنوعين المدنيين يطلعون، المدنيين المستعدين يطلعون هلا، واحنا على المعبر موجودين. انا عم اتواصل من اسبوع يوميا، فنناشد ونطلب من العالم اللي عم نطلب من الناس اللي عم يحتجوا انه الجيش السوري، انه الجيش السوري هو عم يقتل المدنيين، الجيش السوري فاتح احضانه والقياده فاتح احضانها، نطلب من مسيرينهم انه لهون وبس يتركوا المدنيين ويتقوا الله باطفال الغوطه. ضبطت الجهات الأمنية المختصة كميات كبيرة من الأسلحة وذخيرة كانت محملة بشاحنة ومتجهة إلى إرهابي النصرة في الغوطة الشرقية. تتابع الجهات المختصة عملها مع وحدات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، حيث تمكنت من ضبط شاحنة مملوءة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر معظمها فرنسية وأمريكية الصنع، كانت متوجهة من البادية باتجاه إرهابي النصرة في الغوطة الشرقية. مواكبة لانتصارات قواتنا المسلحة ومن خلال المتابعة الأمنية والدقيقة، تمكنت إحدى مجموعاتنا الأمنية من تنفيذ كمين نوعي على أحد طرق الإمداد والتمويل لهذه المجموعات، ضبط من خلال حمولة كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتجهة من عمق البادية السورية إلى تنظيم جبهة النصرة والجماعات المرتبطة به بالغوطة الشرقية. المضبوطات شملت كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة العيارات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للدروع والدبابات وحشوات الأربيجي وقذائف المدفعية وأجهزة البث الفضائي وكمية من المواد المخدرة وكمية كبيرة من قذائف الهاون ممن كانت تستخدم لضرب الأمنين في مدينة دمشق. الجيش العربي السوري سيظل اليد القادرة على ضرب الإرهاب على كامل تراب سوريا أينما وجد، أن ضبط كميات الأسلحة هذه يساهم في دحر المجموعات الإرهابية عبر قطع خطوط الإمداد عليهم أينما وجدوا.
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلة ردا على اتهامات المفوض السامي لحقوق الإنسان لسوريا أن العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية تستهدف المجموعات الإرهابية وتتم بانسجام مع القانون الدولي الإنساني. وأضاف السفير آلة أن ما ورد في إحاطة المفوض السامي حول سوريا مثال للاتهامات المدفوعة باعتبارات سياسية، حيث نراه تارة منخرطا في تسويق مزاعم ملفقة تتهم دولة سوريا بالاستهداف المتعمد للمدنيين لإنكار حقها بمكافحة الإرهاب، وتارة أخرى بتبني روايات حول الأحداث في سوريا تفتقد لأدنى درجات الموضوعية. مع تقدم الجيش العربي السوري وانتصاراته السريعة ضد الإرهابيين في الغوطة، تعود مسرحية الكيماوي لظهور من جديد في الغوطة من قبل التنظيمات الإرهابية. التفاصيل في تقرير التالي. حملة تلو الأخرى، تجيش محموم، عنوانه استخدام الكيميائي، وهي الفزاعة التي لا يكل ولا يمل الإرهابيون وداعموهم من استخدامها. بالتزامن مع انعقاد أي جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، تطفو على السطح مسألة الكيميائي، وقبيل انعقاد اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظهر مزاعم استخدام الكيميائي، حتى بات السوريون يتوقعون تلك المزاعم كلما اقترب اجتماع أممي بشأن سوريا. ذلك التوظيف الرخيص للملف الإنساني يرتبط دائما بمسرحيات تنفذها مجموعات من الإرهابيين تسمى أصحاب الخوذ البيضاء، وهي المجموعة المتورطة بعمليات قتل وإعدامات وتنكيل بمئات السوريين. إخراج بائس لمزاعم مكررة وممجوجة يستغل منفذوها الأطفال والنساء الذين يتخذونهم دروعا بشرية لتمرير فبركاتهم. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري كان قد كشف عن مخطط تعمل المجموعات الإرهابية على تنفيذه من خلال هجوم كيميائي، وذلك من أجل اتهام الجيش العربي السوري به. هذه الحملة نبهت عنها الحكومة السورية وأشارت إلى تحضير التنظيمات الإرهابية لهذا السيناريو قبل انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 من شهر آذار الجاري. ورغم انكشاف هذه الورقة، يصر مشغلو الإرهابيين على تكرار المسرحيات البائسة ذاتها. وليس بعيدا عن ذلك ما جرى في أكثر من بلدة في الغوطة الشرقية، حيث يتم عرض مسرحيات تتعلق بالكيميائي ليخرج أهالي تلك البلدات بمسيرات تفند مزاعم التكفيريين وتعلن رفض الأهالي للإرهابيين ومزاعمهم، وتطالب بخروج التكفيريين من تلك البلدات. المؤكد هو أن الجيش العربي السوري ماض باجتثاث الإرهاب من جذوره، فيما تحرص الدولة السورية على أرواح ومصالح المدنيين جميعا وتضع ذلك في رأس أولوياتها. ارتقى المراسل الحربي العامل لدى القوات الرديفة حسن علي بدران شهيدا خلال تغطيته عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة ضد تنظيم جبهة النصر الإرهابي والمجموعات المتحالفة معه في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وكان شهيد بدران شارك في تغطية المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ضد التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق من الجغرافيا السورية قبل أن يرتقي شهيدا في الغوطة الشرقية. تمكنت الجهات المختصة من ضبط وتفكيك سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت معددة للتفجير في أحد أحياء مدينة حمص المكتظة بالسكان. من خلال عملية الرصد والمتابعة المستمرة لنشاط المجموعات الإرهابية المسلحة، تمكننا من ضبط سيارة كانت متجهة إلى أحد الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة حمص. على الفور تم تأمين المكان وباشرت عناصر الهندسي بتفكيك السيارة وتأمينها. كانت تحوي السيارة على مواد متفجرة شديدة بكمية كبيرة شديدة الانفجار، موصولة على جهازي موبايل لتأمين لضمان عملية الانفجار. نحن الجهات المختصة سنبقى دائما العين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين لمنع وصول أي شيء يهدد أمان وسلامة المواطنين
الأمني.